فيونت 7 في تايم فور انجلش لجريد 6 بيتكلم عن حاجه اسمها زو انيمالز اسكيب، يعني الهروب بتاع حيوانات حديقه الحيوان. حصل هروب في حديقه الحيوان، فبعد ما لموا الحيوانات وخلاص الانيمالز كلهم اتجمعوا، الناس بتحكي ايه المواقف اللي حصلت لها. فلازم نتكلم عن حاجة اسمها جملة مركبة. يعني ايه جملة مركبة؟ يعني زمانين هنشبكهم في بعض عشان نبين ان في حاجة حصلت من فترة. يعني ايه؟ انا دلوقتي كنت مثلا بقرا جورنال، بقرا جريدة، ولقيت جنبي جمل معدي، لقيت جنبي بارد طاير، لان كان في هروب للانيمالز، هروب للحيوانات. فكل واحد، كل شخص حصل له موقف فهيحكي ايه اللي حصل. يعني في ناس كانت، في بنوته كانت بتحط مكياج لقيت اسد من الشباك، في ناس كانت بياكلوا الطيور لقيوا نمر، في ناس كانت بتكلم على التليفون لقيت غزال، في واحده كانت بتكوي او كانت بتطلع حاجات بتقطع حاجات لقيت دب. فكل واحد فيهم هيحكي ايه اللي حصل له. فعشان يحكي ايه اللي حصل له لازم نستخدم تو تنس، زمانين، تو تنسز. الزمن الاول اسمه المضارع الماضي المستمر، والزمن التاني اسمه الماضي البسيط. يبقى عندي past continuous و past simple. هناخد كام زمن؟ past continuous و past simple. طيب تعالي اول واحد نفتكره مع بعض او نتعلمه مع بعض هو ال past continuous. يعني ايه past continuous؟ يعني زمن الماضي المستمر، زمن الماضي المستمر. ويعني ايه برضو زمن الماضي المستمر؟ يعني حاجه حصلت في الماضي واستمرت فتره، حاجه حصلت في الماضي واستمرت فتره، وده نقول عليه الحدث الطويل. ده نقول عليه ايه؟ الحدث الطويل. يعني الحدث اللي هو طويل اللي عندنا في الجمله، حدث طويل. يبقى تاني الباست كونتينوس ده التنس، زمن بيتكلم عن زمن حاجه حصلت في الماضي واستمرت فتره، حدث تم في الماضي واستمر ايه؟ فتره. والبريزنت كونتينوس لازم يكون خلص في الماضي. طيب تعالى نعرفه مع بعض. بيتكون منين؟ بيتكون اول حاجه من السبجكت بتاعنا. مين السبجكتس بتاعتنا؟ اللي هم اي، هي، وشي، وات. والفريق التاني هنا زي، ووي، ويو. طيب بعد كده بيكون عندي الهيلبنج فيرب بتاعنا، الهيلبنج فيرب بتاعنا. طيب مين الهيلبنج فيرب في الباست كونتينوس في المضارع المستمر؟ بيكون لا اما ووز لا اما وير. يبقى عندي اول حاجه عشان اكون زمن الماضي المستمر ابدا اول حاجه بالسبجكت. اي، هي، شي، ات ياخدوا ووز، الزي والوي واليو بياخدوا وير. ووز وير. بعد كده بنحط المين فيرب بتاعنا اللي هو الفيرب الاساسي بتاعنا، ولازم يكون الفيرب الاساسي بتاعنا عشان هو مستمر متضاف له ايه؟ اي ان جي. يبقى بنحط هنا الفيرب بتاعنا بنضيف له اي ان جي، يبقى ووز وير زائد الفيرب متضاف له اي ان جي، وده هنسميه الحدث الطويل. ده هنسميه مين؟ الحدث الطويل. طيب انا لو جيت سألتك واحد كان بيتكلم في التليفون وعدنا من جنبه غزالة، فين الحدث الطويل؟ واحد كان بيتكلم في التليفون. يبقى بيتكلم في التليفون هو الحدث مين؟ الطويل. هو اللي هنخليه زمن الماضي مين؟ المستمر. المستمر. طب لما الغزالة عدت من جنبه ده زمن ماضي عادي، خد وقت قصير وهي بتعدي، يبقى ده زمن مين؟ الباست سيمبل، الماضي البسيط. يبقى انا عندي تو تنس، زمانين في الجملة، في زمن مستمر اللي هو الباست كونتينوس اللي بيعبر عن حاجة ايه؟ خلصت بس خدت ايه؟ وقت. وبنعبر عنه بالحدث الطويل، بيتكون من ووز وير زائد الفيرب متضاف له اي ان جي. ووز وير زائد الفيرب متضاف له اي ان جي. طيب تعالى نفتكر مع بعض الباست سيمبل. هو مين الباست سيمبل؟ الماضي البسيط. طب الباست سيمبل ده حدث صغير ما بياخدش وقت، عشان كده سميناه باست سيمبل، ماضي بسيط. طيب فكريني كده بالباست سيمبل يا رودينا. الباست سيمبل بيتكون من ايه؟ بيتكون من التصريف تاني للفيرب. الفيرب بتاعنا بيكون ليه كذا شكل، بيكون عنده 3 شيبس، 3 اشكال. الباست سيمبل هو الشكل رقم كام؟ 2، الشكل التاني للفيرب. يبقى الباست سيمبل هو الشكل التاني للفيرب. اي فيرب في الدنيا
للانفينيتيف بتاعه المصدر بتاعه بيكون للباست بتاعه، الماضي بتاعه بيكون ليه حاجة اسمها الباست بارتيسيبل او البي بي او التصريف التالت. الباست سيمبل هو مين؟ هو التصريف الاول ولا التصريف التاني؟ التصريف التاني للفعل. طب والفيرب عندنا في الانجليش عنده تو شيب، تو كاينز او نوعين، لاما يكون ريجولر، ريجولر منتظم، يبقى الشكل الاول عشان يتحول للشكل التاني بنحط له ايه؟ ايدي ده ريجولر. وبيكون الريجولر يعني ايه الريجولر؟ غير منتظم، زي يذهب، زي جو يذهب، وينت ذهب، يبقى الشكل الاول غير الشكل مين؟ التاني، اتغير خالص. يبقى الباست سيمبل هو الشكل التاني للفيرب، الشكل نمبر 2 للفيرب، ولاما يكون ريجولر منتظم، لاما يكون الريجولر غير منتظم. منتظم بلاي تبقى بلايد، غير منتظم جو تبقى وينت. طيب يبقى الماضي هو الشكل الغير، الشكل التاني للفيرب بتاعنا. طيب ركزي كده، انا عندي دلوقتي انيمالز، عندي انيمالز، الانيمالز دي في انيمالز بتجري وفي انيمالز بتمشي صح كده، وفي انيمالز ايه كمان بتطير، هي طيور، وفي انيمالز بتقفز زي الكنجرو. فاحنا هنقسم كده البيبر بتاعتنا الفور لاربع حاجات. هنا هنختار، هنحفظ الانيمالز اللي بتعمل ايه، اللي هي جرت، اللي هي ران. مين هي ران؟ الماضي بتاع كلمه ران، يجري، ران، جرى وخلص، ران. طيب مين الانيمالز اللي جرت، اللي هي جريت؟ يعني كان بص كده على الانيمالز اللي عندي وشوفي مين اللي هتجري. اول واحد مين هيجري؟ تايجر. يس، يبقى التايجر الفيرب بتاعه اللي هنستخدمه جرى، يبقى يستخدم ران. الايجل ينفع؟ لا. الباندا، الباندا بيمشي مش بيجري. طب والبير؟ يمشي برضو. الكانجرو بينط. الباروت بيطير. الدير بتجري. بتجري، يبقى هنا هنحط مين برضو؟ دير فيجري، ران، جرى ران. طيب الكامل بيمشي. اللايون او الليون، يس. يبقى دول الانيمالز اللي بيعملوا ايه؟ بيجروا. طب تعال نشوف الفيرب التاني اللي بنستخدمه، يمشي. يمشي ووك، مشى، ووكد، مشى، ووكد، ووك. طيب مين الانيمالز اللي عندك ممكن هيمشوا، اللي مشوا جنبيهم؟ باندا. اول واحدة عندي باندا، لو حيوان الباندا. وبير اللي هو الدب. وكامل اللي هو الجمل. وجيراف اللي هي الزرافة. يبقى دول الانيمالز اللي عندي اللي هنستخدم لهم الفيرب مين؟ ووكد، مشيوا جنبيهم. طيب الفيرب اللي بعد كده عندي فيرب هوب. هوب يقفز، وهوبت قفز وخلص. مين الانيمالز اللي قف بتقفز؟ كانجرو. جارو. اوكي. طيب مين الانيمالز اللي فلو، او البيرز اللي هي فلاي، والماضي بتاع فلاي فلو، او البيرز اللي هي فلو؟ ايجل. ايجل اللي هو النسر. وباروت. وباروت اللي هو البغبغان. يبقى ده كلهم هنستخدم لهم الباست سيمبل. ليه هنستخدم الباست سيمبل مع الحيوانات دي؟ لان ده هو الحدث ايه؟ القصير، عدى، جرى، مشى جنبه، قفز جنبه، ده هو الحدث الصغير. لكن اللونج، الحدث الطويل، هو مين؟ الباست كونتينيوس او الماضي المستمر، اللي هو كان بيعمل ايه وهو الحيوان عدى من جنبه. طيب دلوقتي انا عندي اهو تنس جملة، تعالي كده نعمل جملة. مثلا نقول واحد كان بيغسل العربية، نقولها ازاي؟ هو كان بيغسل العربية. وش ذا كار، ده هو الفيرب. طيب خلينا بقى نكونها لنا بالباست كونتينيوس. يبقى اكتب ايه اول حاجة؟ الاول سبجكت مين؟ هي. مين الهيلبنج فيرب اللي هنستخدمه؟ ووز ولا وير؟ يبقى هي ووز يغسل العربية. يعني ايه ووش؟ احط ايه الووش؟ نو اي ان جي، عشان ده مستمر. يبقى هي ووز واشينج ا كار. طيب
ايه بقى حد يعدى من جنبه، عدى من جنبه مين هو بيغسل العربية هنا، عدى من جنبه الاسد، الاسد بيجري. يبقى الجملة التانية the lion او the lion ran بجواره، يعني ran by. كلمة by هنا بمعنى ايه؟ بجوار. يبقى ادي two sentence، الجملتين اللي عايزين نربطهم ببعض. الجملة الاولى ان هو كان بيغسل العربية، ده هو الحدث الطويل. الجملة التانية ايه؟ the lion ran by، الاسد جرى جنبه او مشي جنبه. طب انا دلوقتي عايز اربط يا ردينا الجملة دي بالجملة دي، مين الرابط اللي هنستخدمه؟ كده هنحول الجملتين لجملة واحدة، وطالما التو سنتنس هنخليهم وان سنتنس، يبقى احنا هنعتبر ان هي الجملة دي اسمها جملة مركبة، يعني جملتين نشبكهم بايه؟ في بعض. طيب الرابط اللي عندي اللي هنشبك بيه اسمه وين، وين مش بمعناها متى، وين معناها عندما، وين معناها ايه؟ عندما. يعني هو كان بيغسل العربية عندما الاسد مشي او جرى من ايه؟ بجواره. يبقى الرابط اللي هنستخدمه رابط اسمه وين، الرابط اللي هنستخدمه هو رابط اسمه مين؟ وين. وهنا وين مش بمعنى متى، هنا وين معناها عندما، عندما. طب وين دي بنحطها فين؟ بنحطها وسط الجملتين، يعني هنحطها هنا اهو. طيب تعالى نعملها كده مع بعض تاني، شوف هنقولها ازاي من الاول. عايزين نقول هو لما هو كان بيغسل العربيه، he was washing the car when the lion ran. بالظبط كده. هنربط بقى بالرابط بتاعنا اللي هو عندما، عندما يعني when، ونستخدم الحيوان اللي احنا خلاص مشي من جنبه، يبقى when the lion مشي من جنبه يبقى ايه؟ جرى من جنبه ران، عشان الاسد بيجري بنستخدم ران، ونحط اخر حاجه بجواره، يعني ايه بجواره؟ باي، ران باي. يبقى ده هو القاعده بتاعتنا، القاعده بتاعتنا تو تنسز، يعني زمانين. زمن ده اسمه الباست كونتينوس، يعني ايه باست كونتينوس؟ يعني الماضي المستمر. طب وليه هو ماضي مستمر؟ عشان هو الحدث الطويل، هو الحدث اللي بيعمله كان طويل. وبعد كده بقى عندي حاجة اسمها conjunctions او الرابط بتاعنا، والرابط ده بيكون معناه عندما، عندما. وبعد كده بيكون عندي تنس تاني اللي هو الباست سيمبل. مين هو الباست سيمبل؟ مين هو الباست سيمبل؟ الماضي البسيط. الماضي البسيط، والماضي البسيط هو الحدث مين؟ الحدث الصغير. وعشان اعرف اكون جمل صح لازم اعرف four words او four verbs بتاعت الانيمالز. في انيمالز بتجري، وانيمالز بتمشي، وانيمالز بتقفز، وانيمالز او بيرز بتطير. لازم نعرف كل حيوان ليه الفيرب بتاعه، كل انيمال ليه ايه يا ردينا؟ الفيرب بتاعه. طيب يا ميس، طب ما هو احنا عايزين نفتكر مع بعض الجمل اللي هي حدث الطويل. الجمل دي كنا واخدينها في الفيرست تيرم اللي هو الترم الاول. تعال نبص كده مع بعض عليها. يغسل السيارة، wash the car، يضع مكياج، put on makeup، يتحدث على التليفون، talk on the phone، يأخذ غفوة، take a nap، يخرج الكمامة، take out the rubbish، يتسلق الجبل، climb a tree، يقرأ الجريدة، read a newspaper، يطعم الطيور، feed the birds، يقطع الخضروات، chop vegetables، يشاهد التلفزيون، watch TV. طيب تعال نشوف القاعدة تاني. هنا بيعرفك على الباست سيمبل. مين هو الباست سيمبل؟ اللي هو الماضي البسيط. والماضي البسيط هو ايه؟ هو التصريف التاني للفيرب، التصريف التاني للفيرب. طيب انا عندي الهي والشي والات والزي والوي واليو، بيها التصريف التاني للفيرب. والفيرب بيكون عندي نوعين، لاما يكون منتظم نحط له اي دي، لاما يكون غير منتظم يحفظ زي ما هو. طيب الزمن الماضي البسيط بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي، حاجة حصلت وخلصت في زمن مين؟ الماضي. في زمن الماضي. طيب تعال نتكلم بقى عن، هنا بيفكرك بالأفعال الريجولر المنتظمة، بنحط لها
اي دي او دي او اي اي دي، كل الكلام ده اخدناه. والافعال الريجولار غير منتظمه اللي هي بنحفظها زي ما هي. هنتكلم بقى عن ذا باست كونتينوس تنس، زمن المضارع مين سوري باست كونتينوس تنس زمن الماضي المستمر. مستمر. طب الماضي المستمر بيتكون من السبجكت الاي، الاي مع الهي مع الشي مع الات بياخدوا was والوي والزي واليو بياخدوا وير، زائد الفيرب متضاف له مين الفيرب اي ان جي. لازم was وير الفيرب متضاف له اي ان جي، was او وير الفيرب متضاف له اي ان جي. طيب دلوقتي خلاص عرفنا ان احنا دلوقتي عايزين نربط الزمانين ببعض. عايزين نربط مين الزمانين ببعض؟ هنربطهم بكونجكشن اسمه when. when هنا معناها عندما. هنا هنحط الحدث الطويل المستمر long action، وهنا هنحط مين الحدث القصير اللي هو short action. يبقى نقول they were doing laundry، هما كانوا بيغسلوا. they are doing laundry when the panda walked by. وباي هنا بمعنى ايه؟ بجوار او بجانب. بجوار او بجانب. طب احنا دلوقتي عايزين نتعلم بقى ازاي نسأل. المفروض نسأل انتوا كنتوا بتعملوا ايه لما الحيوان ده مشى من جنبك. يبصي قولي بقى نعمل ازاي. اول حاجة نقول what was a where السبجكت doing. قولي كده معايا what الاول نحط مين جنب what؟ لاما was لاما where. what was a where subject من subject he she it they we، وبعد كده بنحط كلمة doing. what was a where subject doing. what was a where subject doing. وبعد كده نربط الرابط بwhen. when الحيوان بتاعنا الانيمال بتاعنا، ونشوف الفيرب بتاعه مين الفيرب بتاعه؟ جرى، مشى، نطة، طارة، الفيرب بتاعه. وبعد كده بنكتب كلمة باي. باي يعني ايه باي؟ يعني بجوار. يبقى كده نبصي question تاني. اول حاجة نكتب ايه؟ ماذا؟ what انا بسأله هو. يبقى what was he doing when عندما the ليون ران ماضي برضو ران باي. هذا الكويشن بتاعنا سهل جدا. what was a where subject doing. what was a where subject doing. ونربط بمين؟ بوين ذا ليون او ذا ليون وران باي. ده الكويشن بتاعنا سهل جدا، قاعده سهله. ايش لو عجبكم الفيديو بليز لايك.